مش تسخر؟ لا والله ما نمشي، وديري اللي بغيتي. ندير اللي بغيت؟ ياك سمعتي شنو كترد عليا الهضره؟ ها هو دابا انا غادي نمشي باش مره الشعر دام يولي لهذا، وغدا ان شاء الله يا زهره يا بنيتي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عرفتي اليوم انا براسي ممتيقه. شوفوا البنات، شوفوا شوفوا، وقيلا انا كنحلم فيق سنة. شوفوا واو، والله انا براسي ممتيقه. عرفتي جالسه يلا ساليت الصباغه، عرفتي ديرها بقى عامره بالصباغه، وهذا راه بقى عاد باغا ندخل نطيب العشاء. قلت ندخل ندوش حيت صبغت واحد الكولور، دابا نوريكم اللوين. صبغت الكولور بالقشط ليا الصباغه. المهم انا حتى كنشوف هادشي جابو راجلي، قلت ما يمكنش هادشي ليا انا. قالك ليك المهم هذا، قال لك عربون ديال الصبر اللي كنصبر. ما عرفتش واش كادو ديال عيد زواجنا، حيت عيد زواجنا كمل في نهار 10 شهر 11، وما محتفلنا ما والو. مولفي كنحتفلوا كل عام، ما احتفلناش. المهم ماشي ضروري على حسب الظروف، وما عرفت هذا ساجي يجيو نسولو واش هادشي ديال عيد زواجنا. المهم ها انتما البنات، جاب لي هاد السروال ديال الدار، قلت لكم جبتيه في الكحال. انا عارفني عزيز عليا البيض، هذا نخليه غير صراحه شي مناسبه هكذا لبستو تحت شي قفاتان، كيعجبوني البستراول تحت الفاتنات. وجاب لي الكحل، انا كيعجبني الكحل بزاف. جاب لي هاد لي كولون الكحل، شوفوا من هنايا في هذاك الشبيكه داز بيون، لبستو تحت الجليبات في الدار. وهذا كادو من عند صاحبو، حيت هادشي كلو شراه من عند صاحبو. صاحبو كيبيع حوايج غزالي ببيجامات، شي مره نصور لكم عنده. راه كان قال لي تلقى هاد المحل عنده داكشي غزال، عطاه هذا قال لي هذا كادو مني ليها، ولكن سخون. شوفوا البنات كي داير من الداخل، عجبني انا هذا بزاف. وهذا باقي نوريكم ديالي ولا نوريكم وخدا المعتمد تريكو. هاد التريكو البنات راه شتو ديك النهار خديت ليه الكرونه، هاد التريكو كان راجلي بغا ياخذو ليه في العيد مع سروال الجين، وصا صاحبو. غير الفرق اللي كان فيه، كان فيه البيض والكحل، وعجبنا بزاف وما لقاش ليه هذا. وهاد المره لقاه وخباه لينا، كان عاجبنا اما في البيض والكحل اما الكرونه، ولقاه وجابو ليه. نيت غادي نبقى نبدل ليه مع هذاك باش ما بقاش يضربوا ليا البيض، وعاد هذا احسن صراحه غليظ على الاخر زوين. والمعتمد فرح حيت هذا كان عاجبو المعتمد، حيت ضروري المعتمد راه كيجي الغيره، واخا ما يكون شي مناسبه لا جاب ليه خاصو حتى هو يجيب ليه، يمكنش يدخلو. واصلا راجلي في العادات ديالهم خاص الدار اللي فيها يجيب ليهم الكادو، يعني ما بحال ملي كانت عقوسي انا خاص يجيب لي انا، يجيب العقوسي يجيب كل شيء. البوديات هادو ما كانوا، علاش البنات جاب لي راجلي هذا الشيء؟ حيت فعلا تقريبا دابا هاد العام اللي فات كنشري ليا بيجاما، يعني هو اللي كيبقى يشري ليا، يعني ما كنمشي انا اللي كنخرج وكنشري. كيجيب ليا هكذا كادويات كيجيو حسن، وانا كنفرح بهم حسن. هاد العام ما شريت حتى شي حاجه للبرد، وفعلا كانوا ناقصيني. شحال من حاجه خرجتها صدقتها، شحال من حاجه لقيتها قدامت، فما عنديش. ماشي زعما كاين هادشي زايد، يعني هادشي كان فعلا كنت محتاجه، وكان عارف انا كيشوف بعينيه ولكن ما كيهضرش. كنقول لي راه خاصني بوديات، كي من نوع انا اللي ساكته ما كنبقاش نقول لا خاصك تاخذ ليا، كنصبر حتى كيشري ليا. المهم الحمد لله ما عريانيش، عندنا حويجاتنا، ولكن هذا الشيء كان ضروري. هاد البوديات جاب لي هاد البودي في الغوز زوين هذا، وجاب لي هذا في الخضيره. هادو صراحه نخليهم، ما سخيتش بهم نلبسهم تحت الحوايج، ما كرهتش يسخن شويه الحال نلبسهم هكذا. وجاب لي هادو كل مونطي القهوي، حيت انا خاصكم تعرفوني البنات ما كنلبسش الصوفا، كيتكني خاصني ضروري نلبس القطن. انا مولفاني مامي كنت صغيره، هذه ضروري هاد البوديات هذا، ولكن كثر لي جاب لي هذا في البيض. قولي نتوما العيالات وحله، الا جاب كثر، الا ما جابش جاب هذا كيما قلت لكم في البيض. وجاب هذا في الكريب، انا عجبني بزاف هاد اللون، انا كنحمق على هاد اللون. هذا هادو هما الالوان المفضلين اصلا، كيجيو معايا هاد الالوان. ايوا نجي لكم للصح المعقول. بيجامه
جاب ليا بيجامه، ما جابش ليا الطويله، جاب ليا انت تشوفوا هذا الدرب نوريكم. المهم البس حتى بوشاركم مع بعضياتنا الحلوه، وكما كنقولوا الحاره والحلوه، وان شاء الله اللي يجيب شي حروره حروره خليوها لينا. جاب ليا السروال، شوفوا كي داير صراحه هذه زوينه، نخرج بها نلبسها تحت شي مونطو هكذا ونخرج بها. راه جايب ليا بحالها الا عقلت ديك المره، وكي راجلي كتعجبو بحال هذا النوع ديال الموبرا كتعجبو دائما، لا بغى يجيب لي حاجه خاصو يجيبها ليا مزيانه. انا لا ما زقراه ما كنبغي الحاجه رخيصه، هاد الموبرا هادي مزيانه جابها ليا، فيها التشويشيه شوفوا زوينه. العام اللي فات كان جاب ليا وحده، وهذا العام جاب ليا وحده. وكان العام الزيرو يزيدني وحده باش نقدر نبدل بها. وجاب ليا هذه، شوف هاد اللويه شحال غزال، ما شاء الله فيها هنايا فيها صباعيات هكذا، فيها هاد الغزاله وين دار غزاله شوف، اصلا غتجي معايا هاد اللون هذا، وفي هاد القبيه غزال عتي سخونه البنات. هو اصلا كيعرف القياس ديالي، انا اصلا كنلبس دوبل اكس، واخا ضعيفه كنلبس دوبل اكس، ماشي ضعيفه ولكن بالحكم يعني الطول هذا ديالي بحال كنلبس لباسه تبارك الله كنلبس دوبل اكس، حيت السراول ما كيجيوش قدي، دوك ديال الاكس ال هذاك ما كيجيوش قدي كيجوني قصار. المهم هادو هما المشتريات اللي شرا ليا راجلي، صراحه فرحت بهم بزاف، وكنقول الله يعوضو وما يكثر خيره. والله يعطيكم شي مفاجاه بحال هذه وتكون حسن كاع. تكون فيها اكثر من هكذا، والحمد لله. المهم الحمد لله كما كتشوفوا، المهم بحال هكذا الانسان كيفرح. صراحه انا الواحد واخا يشري لي شي حاجه غير ب 1000 ريال ب 600 ريال ويدخل عليها كتفرحني، ماشي ضروري تكون كثيره، ولكن صراحه المره بانت لي كثيره بحال غادي يدهزني من جديد. ايوا الحمد لله وتبارك الله. المهم الانسان يفرح بحال هكذا، هو عارفني اني غادي نفرح لان هاد البنات اللي كيعجبوني بحال هكذا. ولكن صراحه قلت لك كثرتي اليوم، انت مالك انتي بزاف. المهم هادو هما المشتريات اللي شفتو، معتمد تا هو فرح بهاد التريكو عجبو، وهاد لي كولون صراحه عجبني تا هو غزال، الكادو ديال صاحبو قال لي عطاه هاد الكادو للمدام، هو اللي كيبيع هادشي. المهم هكذا، المهم هادشي حيت هاد العام جا البرد قاصح، الله ينفعنا ببركتو. صراحه هاد العام حسينا بالبرد. نوريكم الكولوار، اجي نوريكم الكولوار صبغتو. قلت دابا يغوت عليا راجلي، يقول لي لا لا جدك لهاد الفضول، انا راه عزيز عليا الفن الصباغه، ما كرهش نخرج صباغه. ها نتوما شوفوا الكولوار كي ولا تشط ليا الصباغه، وانا نصبغها في هاد اللون كري. غير هو قال لي راجلي، قال لي شوفي شنو درتي، شوفي قال لي ديك الساعه كنت درتي هذاك السكوتش واش ما تقيسيش، قلت لي ماشي مشكل، قلت لي دابا نحكها ب غير بجيكس كتحيد. ايوا صافي. المهم صبغت هاد اللوين هذا، قلت ما نضيعش هذيك الصباغه، شط ليا الحمراء والكري، الحمراء نقدر ندخلها في الصاله، وهذه شط ليا منها بحرق داتني في هذا، ولكن جا زويون عتي، كان معتمد كاتب ليا هنايا وما بغاش يحيد لي، درت الروح جافيل ما بغاش يحيد لي، تفقص على هاد الحيط وجا مع دخلت الباب غايقول لك هانتي غير ما بغاش تحك بجافيل، عييت ما نحك وما بغاش تحيد. المهم دابا انا غنمشي نوريكم شنو مطيبه العشاء، مشى راجلي خرج، استغليت هاد الوقيته هادي مشى يجيب شنو طيبت انا المقرونيه، درت هاد السلق، وهو مشى يجيب الكفته، دابا غنحكم الطيشه قبل ما يجي، يقول لك يقول لك انت من الصباح وانا خليتك ما درتي حتى شي حاجه، مشي دابا نحط مطيشه ونديرها وحل الباب. يلا خليكم. هانتوما البنات، درت المقارونيه ودرت لاصوص هاو كيطيب، المقارونيه طفيت عليها، وهنايا ما عرفتش شنو جاب راجلي، جاب التقديه ما عرفتش شنو جاب، المهم هنا جاب باقي لا الطحين، جاب اللوبيا، شها اللوبيا، اللوبيا غنتزبها غدا ان شاء الله. هنا واقيلا جاب البيض والخمارات، غنغسلهم باش عندي الكيكه، معرفتش انا عاد نكتشف معاكم. هنايا الخميره،
وهنا فورس وهنا الفينو وماشي نعاود نجيو الصباح وجبنا اتين كيبغي هاد الماركه هذه البارود هاد البنات اللي كيسولوني على التقديه انا راجلي الاكثريه في هاد الايام في البرد هو اللي كيجيب التقديه البنات يعني سمحوا لي ان شاء الله غادي نشارك معكم يعني التقديه ديالي ولدي قلت لكم راه كيبغي هذا ما جابش لي داك الاخرى فالنسيا جاب لي ديك الليمون ما عرفتش علاش جاب لي هذا انا كيعجبني هذيك فالنسيا جاب لي هاد كابي جاب الكفته وجاب لي الفرماج عرفتي البنات كان حماق شوف البنات غير باقا الصباغ باش تحيد ليا كان حماق على الفرماج جاب لي الفرماج الاحمر حيت شفت عالم ام ايمان دارت المكرونيه وقطعت الفرماج البنات اليوم الموالي راه باقا عندي الروينات الصباغه حيت كما قلت لكم صبغت الكولوار واليوم عاودته وغادي تشوفوني في الفيديوهات بنفس الملابس راه حيت كنعاود الصباح نلبس نفس الحوايج باش نكمل الصباغه ديالي المهم باش نشرح لكم غتلقاو كميماتي باقا فيهم الصباغه حيت لا غدا عاوتاني كنلبس نفس الحوايج وكنكمل الشغل ديال الصباغه المهم البنات المهم ديك الصباغه راه كتحيد مع التصبيغ حيت ديال الماء بالنسبه عطاني راجلي 50 درهم باش نتقدى وقلت غندير واحد التحدي وغادي نفاجئو غادي ندير فيها غدا وغندير فيها كيكه غزال واعره واعره اللي قلت لكم شفت عند جده غادي نحطها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف راه حاطه داك الفيديو بوحدها كيكه اللي بغى يشوف الكيكه بوحدها وغادي ندير ليه طاوه ديال الفرخ في الغدا وغادي ندير ليه واحد العشيوه فعله تركه بالبصاره شوربه البصاره والكفته مشويه في الكوكوت ايضا الكفته مشويه في الكوكوت اللي بغى يشوفها بالمقادير ديالها وبالطريقه ديالها يدخل ايضا نحطها لكم في صندوق الوصف حتى هي راه حاطاها في القناه المهم البنات كما كتشوفوا 50 درهم جبت بها مطيشه جبت بها الربيع جبت بها البطاطا جبت بها البيض المندارين الحوت الفرخ جبتو 6 كيلو ب 500 والسردين لقيتو داير غير 160 باقي جديد عوج البنات المندار لقيتو داير غير درهم وهنا البنات كما كتشوفوا درت البطاطا كما قلت لكم البطاطا ديالها 50 المندارين داير غير درهم المندارين بالحق اصلا رخيص داير 3 درهم ما فايتهاش المندار هذا العام جا رخيص دابا ندير لكم شي كونفيتير ان شاء الله غير نكمل هذه الروينه وغتشوفوني راه كنعاودها بنفس الحوايج راه كنعاود نلبسهم في الصباح باش نكمل وهاد البيجاما راه غتصبن غادي نصبنها بالماء سخون وتيد راه كتحيد منها الصباغه حيت ديال الماء الزيت اللي صعيبه التحياد ديالها وصافي حيت انا عاودت الكولا الكولوار الصباح وقلت عاود نلبس نفس الحوايج باش ما نوسخش صافي هنايا البنات شرملت الفرخ كما قلت لكم خديت 6 كيلو ب 500 داير 1000 ريال وخديت السردين خديت الطحين خديت البيض حتى الكيكه المقادير كلشي هاد 50 درهم خديتها فيها يعني درت تحدي 50 درهم فاجأت بها راجلي حيت هو خدا ليا الحوايج انا فاجأتو وفرت ليه صافي البنات هنا زدت مطيشه على الفرخ غادي ضروري غنحط عليها الحامض طرونش غندير لها واحد الكويس الماء بطبيعه الحال حكيت شويه مطيشه زدت ليها شرموله المغربيه اللي معروفه عبر العالم القزبر والمعدنوس الثومه الكمون التحميره الملحه زيت الزيتون وزيت المائده وصافي وكان وشويه شنو صافي هي هذيك وكنديروها من الفوق والماء كنديروه في الجنيب صافي وكنزيد كويس الماء كبير في الجرب وكنخشيها في الفران صراحه الفعاتي هاد اللاطه حيت خاصني عاد ناخذ شي طاجين يكون زوين وكما وعدتكم وباقا كنقولها لكم غنديكم السوق ديال الطواجن راه كملوا الاصلاحات وداكشي ان شاء الله دابا راه بدات كتبان الشميشه شي عشيه نديكم نصور لكم هذاك المحل ديال الطواجن وناخذ شي طاجين نيت وهنايا البنات راجلي دخل فاجئته مفاجاه من القاد الغديوه وهنا راه عجنت جوج خبزات راه كيخمروا حيت راجلي جا بكري جا في الوحده ونص تفاجات مولف كيجي حتى ثلاثة ونص فغنتغداو اليوم مجموعين صراحه كنت طلبت شي طلبه كون ربي حقق عليا المهم هكذا ناكلو مجموعين وغادي هو اللي غيدي ليا معتمد بالله المدرسه وانايا كما كتشوفوا الفريخ جا غزال والمريقه جات ديالو عاقده والشعار كتعرفوا الشعار المغربي
المغربي كيقول لك حتى ناكلوا الخبز البارد عاد ناكلوا الخبز السخون. شكون اللي باقي على عقل على هذه الهضره؟ وخا صراحه ماما وخا كان كيكون الخبز عندها بارد كانت ماما قلبها حنين بزاف صراحه. الله يخليها لينا. كانت واخا كطيب الخبز وكيكون الخبز بارد كيبقى يقولوا لنا يلا نحيدوا الخبز البارد وناكلوا الخبز السخون، ولكن واخا كيكون الخبز السخون كتبقى تقطع وكتعطينا هي وبابا كيقول لنا لا لا خلينا حنا ناكلوا الخبز البارد نتوما كلوا السخون. صراحه بقى عقل على هاد الهضره هادي، كياكلوا هما الخبز البارد وكيعطيونا حنا الخبز السخون. سبحان الله، شوفوا الوالدين شحال حنان. هنا البنات انا ما حنيناش عطيتهم الخبز البارد. المهم انا البنات غنتغدى، كنت معوله نطيب الخبز السخون كما قلت لكم الوحده ونص. دابا الخبز راه هو كيخمر حيت معتمد كانت عنده الكتابه وبقيت مقابلاه وكان خطا واحد الخطا وبدا كيبكي. المهم ما نعاود ليكمش. وهنا راه كنتغداو ودايرين قدامنا البورطابل كنتفرجوا في واحد الفيلم مغربي. يلا خليكم البنات بقاو معايا. هنا البنات كما كتشوفوا دابا زوقت هاد الكيكه هادي. هاد الكيكه هادي كما قلت لكم اقتراح 50 درهم نديروا فيها غوتي وكلشي. المهم الا جا وتعشينا غنحطو من النار طبيعه الحال على واحد بريد اتاي ونيت نحطوها للفطور. اللي كيبان لي باغي يشوف هاد الكيكه والمقادير ديالها كامله مضبوطه بالطريقه بكلشي. درت عليها فيديو خاص راه نحطو ان شاء الله في القناه. يقدر يكون الا حطيت هاد الفيديو هو الاول راه غنحط لكم هاد الكيكه في صندوق الوصف، ولا حتى الكيكه هذه هي الاولى راه غيكونوا الاخوات شافوها راه غتدخلوا القناه غتلقاو هذه الكيكه بالمندارين غتلقاوها عندي في القناه. ودابا غادي نمشي نوجد العشاء كي كفته الحوت بشويه. البنات هذه هي عشيوتي. الخبز ديالنا هو سخيخن شوربه البيصاره، يا سلام خاصنا نكبوا عليها شويه الزيت البلديه. هنايا الكفته ديالي مشويه بلا ما، كفته السردين مشويه. الا كتهمكم الامر بغيتو تشوفوا الطريقه والمقادير حتى هي غنحط لكم فيديو خاص. كتشوفوا البنات طلبتوا مني شحال من مره كيفاش كتسيري كيفاش كتقداي. انا وريتكم 50 درهم تكون فكره فيها غدا وفيها غوتي وفيها عشاء. والكفته مشويه في الكوكوت ها هي، رشيت عليها شويه الكمون بغيتو ترشوا عليها السودانيه. الى هنا كنقول لكم ما تنساوش لي لايك ومع السلامه.